الاسم ديالي سكينة طالبي، المستوى الدراسي ثالثة إعدادي بمؤسسة ثانوية سيدي أحمد بن نجي الإعدادية، ساكنة بدوار إتا 8 يونس، السن ديالي 14 سنة. الهواية المطالعة أو السبور. المدرسة هي البيت الثاني وهي كل شيء، منها كنحققوا الأحلام ديالنا، المستقبل ديالنا، كنكونوا شخصياتنا، كنكونوا حتى أحلام ديالنا كنحققوهم. إن شاء الله بغيت نحقق واحد الحلم هو أستاذة العلوم. كاينين تلامذة اللي ما كيقدروش يجيو على بعد المسافات، دان مازن عطاتهم مواصلات بواسطتك، يعني كيجيو عوض ينقطع على الدراسة ديالهم، كيجيو كيقراو يعني في الثانوي الإعدادي والثانوي حتى هو، واللوازم المدرسية كاين اللي ما فحالوش ما يقدرش يوفر لولادو اللوازم المدرسية، مازن قدمت اللوازم المدرسية مساعدة منه. كنتمنى من مازن أن دير الدعم ودير مبادرات أخرين، منها الدعم في اللغة الفرنسية خصوصا في مجال التواصل وتبليد ديال الساحة وآلة الاستنساخ. الأهم أنها دير مبادرات أخرين كما كان.